العاصفة الغربية التي هي تبقى قنبلة موقوتة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، ويتعامل معها بتصعيد إضافي عبر عمليات اقتحامات تنفذ لساعات وأيام. إذن مدينة دورة في الخليل تشهد اقتحاما متواصلا من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 10 ساعات متواصلة، خلالها كان إصابات في صفوف المواطنين، وناهيك عن عمليات نهب وسرقة تقوم بها قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمنازل المواطنين وإخضاعها للتفتيش. المزيد إذن سيطلعنا عليه في هذه اللحظات الزميل الصحفي حسن الرجوب الذي ينضم إلينا من الخليل. مساء الخير حسن، أهلا بك معنا. لك ولكل المشاهدين. نعم، يعني ما تتعرض له مدينة دورة كما هو حال الكثير من البلدات والقرى الفلسطينية في الآونة الأخيرة، هذا التصعيد يعني ما هي حصيلته حتى الساعة؟ يعني قوات الاحتلال بدأ في الانسحاب بشكل تدريجي من وسط مدينة دورة بعد أكثر من 10 ساعات من الاقتحام. هذا الاقتحام الذي بدأ في تمام الساعة 2 فجرا تخلله اقتحام مئات الجنود لمعظم الأحياء السكنية وسط مدينة دورة، بالإضافة إلى اقتحام الأحياء في الأطراف كحي الطبقة وحي كنيسة. جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي في مواجهات متفرقة اندلعت تحديدا في وسط المدينة، وأطلقت القنابل الغازية، الأمر الذي دفع ومنذ وقت مبكر وزارة التربية والتعليم إلى تعليق الدوام في كافة المدارس في المدينة. أصيب أحد الشبان بعيار ناري اخترق منطقة القدم في حي كريسة بمدينة دورة، ونقل إلى مستشفى دورة الحكومي لتلقي العلاجات الطبية. نتحدث عن 10 حالات الاختناق وأيضا الإعاقة التي تسبب بها هذا الاقتحام والعملية الموسعة غير المسبوقة منذ سنوات لمدينة دورة. أعاق كامل تفاصيل الحياة، المحال التجارية أغلقت أبوابها، المؤسسات الحكومية والبنوك والبلديات البلدية ومعظم المؤسسات الأهلية أيضا أغلقت أبوابها وشلت الحياة بشكل كامل. جنود الاحتلال كرروا من خلال الوحدات المشاة ومن خلال الآليات العسكرية التجوال في كافة أحياء البلد وملاحقة الشبان والمركبات، وقاموا بتفتيش 10 المنازل واعتقال عدد من المواطنين. حتى هذه اللحظة لم تعرف تفاصيل أو أعداد المعتقلين، لكن هناك تفتيش لعشرات المنازل وتخريبها والعبث بمحتوياتها وإلصاق بعض الملصقات الصادرة عن جيش الاحتلال التي تهدد المواطنين بعدم اقتناء الأسلحة وأيضا بعدم المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة بالعمل المقاوم بشكل عام. نتحدث عن هذه العملية التي كانت عملية مفاجئة، وهي العملية الثانية التي ينفذها جيش الاحتلال خلال أيام محددة في منطقة جنوب الخليل، خاصة أن الاحتلال نفذ قبل عدة أيام عملية موسعة في مخيم الفوار، واستمرت فيما يقرب من 13 ساعة، وكذا الأمر يتكرر في مدينة دورة المجاورة. هذه الإجراءات تأتي في ظل التشديد الكبير الذي تعيشه سواء منطقة دورة والقرى والبلدات الجنوبية لها من خلال تكرار عمليات الاقتحام وعمليات التجوال للآليات العسكرية والملاحقات للمواطنين بشكل شبه دائم والحواجز العسكرية طبعا، بالإضافة إلى أنها تضاف إلى اقتحامات عنيفة عشتها هذه المدينة منذ 7 أكتوبر، حيث استشهد حوالي 9 مواطنين في هذه الاقتحامات من خلال إطلاق الرصاص المباشر على المواطنين. هذا اليوم وإن كان الاقتحام موسع وشمل معظم الأحياء في دورة، إلا أن حدة المواجهات كانت أقل بكثير عن الاقتحامات الماضية، على اعتبار أن جنود الاحتلال لا يترددوا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين الفلسطينيين، والذي كان حصيلته كما أسلف 9 من الشهداء وعشرات الجرحى. وهذا الأمر في هذا اليوم جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية والصوتية، لكن معظم عمليات القمع التي استخدمت في المواجهة تحديدا في وسط المدينة كانت باستخدام الرصاص الحي. وبالتالي هذه الحملة لا يفهم الدوافع من ورائها بقدر ما أن جنود الاحتلال يعكفون ما بين يوم وآخر لتنفيذ عمليات استفزاز موسعة
يعيشها المواطن الفلسطيني تحديدا في منطقة جنوب محافظة القدس. نعم، أتوقف عند هذه الجزئية حسن. في الآونة الأخيرة بتنا نشهد هذا التصعيد بحق محافظة الخليل، أيضا ما بعد خروج بعض العمليات الفدائية من تلك المنطقة، ونهيك عن عمليات يعني إطلاق نار تمركزت في محافظة الخليل ومحيطها في المحافظات الجنوبية. هل يأتي ذلك في إطار مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من امتداد يعني حجم المواجهة التي تركزت خلال الفترة الماضية في مخيمات شمال الضفة الغربية ومحافظاتها انتقالا إلى المحافظات الجنوبية الأخرى، وخاصة أن هناك الكثير من نقاط التماس ما بين يعني المواطنين وما بين المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا في محافظات الخليل؟ إجراءات الاحتلال لا يمكن النظر إليها تحديدا في محافظة الخليل بمعزل عن الواقع الجيوسياسي الذي تعيشه مدينة الخليل على وجه التحديد، حيث أنها المدينة الوحيدة التي يوجد وينشط الاستيطان في قلب هذه المدينة من خلال العديد من البؤرة الاستيطانية ومن خلال إحكام السيطرة على المسجد الإبراهيم. سلطات الاحتلال ومنذ أحداث 7 أكتوبر وفي نفس اليوم أغلقت كافة البوابات الحديدية والمداخل التي تربط القرى البلدات وأحياء مدينة الخليل ومخيماتها مع الشوارع الالتفافية، وهذا التضييق ما تزال تعيشه محافظة الخليل حتى هذه اللحظة. جرى انتهاج العديد من طبعا الإجراءات العسكرية، من بينها منع المواطنين من الوصول إلى مئات آلاف الدنومات الواقعة على بجوار الشوارع الالتفافية والمستوطنات، وأيضا تضييق على حرية حركة وتنقل ودخول وخروج المواطنين في الشوارع المغلقة في محيط المسجد الإبراهيمي وفي شارع الشهداء وفي تل الرميدة وفي منطقة السهلة وفي محيط مدينة الخليل. جرى إضافة ما يقرب من 10 بوابات حديدية بعد عمليتي عصيون وكرم السور وعملية إذنة مؤخرا، وبالتالي هناك حالة من إحكام الخناق على هذه المدينة التي تعتبر الثقل الاقتصادي الأكبر في محافظة الخليل. هذه الإجراءات لا تنفصل عن أطماع عقائدية إسرائيلية لها علاقة بما يجري من سلوكيات من جانب المستوطنين ومحاولات لإحكام السيطرة على هذه المحافظة والتضييق على سكانها، ولصالح كل هذا الأمر لصالح بالفعل توسعة الأنشطة الاستيطانية على حساب الحياة الفلسطينية. وقد يكون هذا الأمر ذو صلة بما يجري من تطورات لها علاقة بالاقتحامات المتكررة والموسعة التي نلاحظ أنها تنشط في منطقة جنوب الخليل في دورة وفي الفوار، وقبل أيام قليلة جرى اقتحام أيضا بلدة الظاهرية جنوب الخليل وإطلاق الرصاص الحي باتجاه شبان، وسجلت 4 حالات إصابة من بينها حالات خطيرة ما تزال تتلقى العلاجات الطبية في المستشفيات في مدينة الخليل. نعم حسن، وفيما يتعلق بشهادات بعض المواطنين بانتهاك أيضا إضافي يمارس الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمليات الاقتحام والتفتيش للمنازل عبر سرقة مبالغ مالية كبيرة وأيضا مصاغات ذهبية خاصة للمواطنين، وناهيك عن إقدام الاحتلال الإسرائيلي خلال يعني عمليته في دورة على اقتحام منزل الأسير محمد شاهين الذي كان من المفترض أن يفرج عنه اليوم. كيف يحاول الاحتلال الإسرائيلي التصعيد بكل الأوجه باتجاه الفلسطينيين وممارسة حتى تضييق الخناق وتضييق الحرية على الأسرى الذين يفرج عنهم في الآونة الأخيرة؟ نعم، يعني الاقتحام في مدينة دورة هذا اليوم شمل فئات كثيرة من بينها الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، أسرى قابعين داخل السجون، أسرى متوقع أن يفرج عنهم هذا اليوم، بالإضافة إلى منزل بعض النشطاء الصحفيين، بعض النشطاء والصحفيين كمنزل الزميل منتصر نصار مراسل قناة الجزيرة في مدينة الخليل، وجرى استجوابه وتحقيق معه وتوجيه طبعا العديد من التساؤلات حول عمله. طبعا والصحفي يعمل مع العديد من المؤسسات الإعلامية في المال المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اقتحام العديد من المكاتب أيضا في بعض العمارات في المدينة كمكاتب للمحامين وأيضا لاتحاد عمال فلسطين، وجرى إحراق الأعلام الفلسطينية. على كل هذه كل التطورات ذات الصلة تطورات ترتبط بحالة التصعيد الجارية والتهديد من جانب جيش الاحتلال وضباطه، لأنه
ينوي الدخول إلى كل موقع في أي مكان في الضفة الغربية أو في محافظة الخليل، وأنه لا يريد أن يكون هذا الدخول مرتبط بإلقاء الحجارة أو التصدي له، وبالتالي ينتهج إجراءات عقابية بحق السكان كإغلاق المداخل وتكرار عمليات الاقتحام وإطلاق الرصاص. وبالأمس كان هناك شهيد في مخيم الفوار في اقتحام مفاجئ تم لهذا المخيم، ووصل المواطنين العديد من الرسائل التي تهددهم بأنه في حال استمرار إلقاء الحجارة سيستمر الإغلاق وسيستمر الحصار وستستمر الإجراءات العسكرية. أشكرك جزيلا الزميل الصحفي حسن الرجوب، إذا كنت معنا من الخليل.